4 أيام من غير ما تاخدي موقف أو تبلغي أي جهة مسؤولة؟ أنت معاكي السيريال نمبر بتاع الجهاز اللي شايله؟ أدي الموبايل وفي الشريحة الجديدة. كده بيس ولا لسه في حوارات تانية؟ كده بيس وفل الفل ومية مية. فرجنا يا عم الساحر. عيب عليك يا راجل طيب، أنا برضه هديك قرد ما بيلعبش. بس خلي بالك يا دكتور، الغلطة فورة. أي كلمة غدر تنطق بيها من لسانك يا عم غدر إيه بس؟ وأنا هروح فين في وسطيكم؟ ما تخليك راجل عاقل. إيه يا جماعة، أنتوا عصابة بجد ولا لسه بتذاكروا المنهج وعاملين عليها بروفا؟ حلوة صح؟ إيه يا حلوة صح؟ يا نهار اسود عليا وعلى حجرالي. ما ينفعش يا دكتورة، تتبع جهاز الموبايل إجراء مهم جدا في ظرف زي ده. ما أنا قلت لسيادتك إن التليفون مقفول من ساعتها. ما نقدرش نهمل احتمال إنه ممكن يفتحه في أي وقت. طب ما اقتراح العربية أضمن يا فندم، يعني أنا أقصد إن لو والعربية كمان يا دكتورة 10 دقايق بالظبط وهتوصل إشارة لكل كمان القاهرة وإدارات المرور الفرعية في الأقاليم. لازم كله يحصل في خط واحد عشان ما عندناش وقت نضيعه أكتر من كده. ألو، إديني أحمد بيع عطوان يا ابني بسرعة. والله مبسوطة يا ست كاميليا. قال إيه؟ اشرح لهم الحكاية ودي كده عشان يدوروا في هدوء ومن غير دوشة. أهي وسعت والفضيحة بقت مالتي ناشنال. الله يخرب بيتك يا سليمان. ألو سليمان، أنت فين؟ أيوة حبيبتي أنا تمام، ما تقلقيش. يا سليمان أنا بسألك أنت فين؟ أنا في الغردقة وسهران سهرة جميلة مع جماعة أصحابي من الكلية وكله تمام. يخرب بيت سنينك، غردقة يا متخلف، أعمل إيه أنا دلوقتي؟ إيه يا دكتورة، هو فين؟ مالك يا دكتورة ساكتة ليه؟ الخط لسه معاكي؟ يا فندم معايا. طب ادوني بعد اذنك. ايوه دكتور سليمان، انت فين؟ ايه ده حاج مين؟ انا اللواء ممدوح البنهاوي مساعد مدير امن الجيزه. مفيش اي حاجه، كله تحت السيطره. بتقول ايه يا دكتور؟ انت في حد مع حضرتك؟ انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ دكتور سليمان انا مش سامعك كويس. ايوه يا سياده اللواء، مع حضرتك انا. خير يا فندم، حضرتك في المستشفى عندي تعبان، يعني محتاج لي؟ تعبان يا دكتور، انا قلبت عليك الداخليه كلها. ليه يا فندم؟ ليه حضرتك ليه؟ ازاي الدكتوره عندي في المديريه هنا وبلغتنا انك اختفيت فجاه واتقطع اتصالها بيك من 4 ايام، مش عايزنا نقلق ونفتش مصر كلها حته حته؟ لا لا يا فندم، انا مش عايز حضرتك تقلق ولا تفتش ولا تدور ولا اي حاجه، انا تمام وزي الفل يا فندم. دكتور سليمان، انت في حد بيجبرك انك تتكلم بشكل طبيعي؟ لا 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 خالص، حضرتك ليه بتقول كده؟ ده انا قاعد قاعده حلوه مع جماعه حبايبي والحياه تمام يا فندم. انا والله العظيم محرج جدا من سيادتك، يعني مش عارف اقول ايه. انا اسف على الازعاج اللي حصل ده، وبستاذن حضرتك انك انت يعني تسحب البلاغ بتاع المدام. مفيش اي حاجه ولا اي قلق من اي نوع، انا تمام الحمد لله. ولا ازعاج ولا حاجه يا دكتور، ده واجبنا وشغلنا، المهم ان احنا اطمننا عليك وعرفنا انك انت بخير. طبعا هتكلمك اهي. دكتور سليمان مش عايز اكلمه. انا اسفه جدا يا فندم، سوري حقيقي، بس انا فعلا اعصابي متدمره وحاسه اني انا مش عارفه، انا مش عارفه اقول ايه حقيقي، مش عارفه. كله تمام يا جماعة والحياة بيس ومفيش أي مشاكل، هي بس مراتي حبوبة شوية وبتقلق عليا أوي. أيوة يا سليمان. أيوة روح قلبي. ناوي تقعد عندك كتير؟ الدنيا واقفة وما أقدرش أجل حجوزات الناس أكتر من كده. لا 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 خالص، ده هما يومين بالعدد، يا دوب أمضي العقد وأرجع لك على طول.
هاتي. ما هي دي بقى المفاجأة يا شاهي اللي أنا كنت بحوشها لك. أما أنا شفت هنا حتة شاليه في الغردقة تحفة يا شاهي تحفة، المنظر ما أقولكيش، لاندسكيب، لانش، شعب مرجانية، حيوانات بحرية نادرة بتموت في سمك القرش أصلا. آه يا شاهي سليمان أنت عايز خلص خلص يا سليمان لو سمحت، وراعي ان انا مش قاعده في البيت. طيب طيب سوري سوري معلش ما خدتش بالي. طيب بصي انا عايزك ضروري قوي تبعتي لي نص مليون جنيه مع عزة السواق، وخليه يكلمني وانا هقول له يجي لي فين بالظبط. نعم. ايه رايك بقى في السعر الجامد ده؟ تحفه صح؟ والله يا شاهي لما هتشوفيه هتتهبلي عليه احلى 100 مره، مش شلل لي وجعتي دماغنا بيه بتاعك بتاع مارينا ده. شاهي شاهي انت معايا؟ معايا؟ معاك ربنا يا دكتور. انتوا الشبكة عندكوا على فكرة زبالة. دقيقة بالظبط هعمل المكالمة من بره وارجع لكم على طول. ايه؟ طب ما تتصلي من تليفوني ولا نجيب لحضرتك شاحن وهسيب لحضرتك المكتب تتكلمي براحتك. لا العفو يا فندم، متشكرة جدا. أنا آسف معلش فاتت عليا دي. بتعتذر عن إيه يا سيادة اللواء؟ ده أنا اللي موقفي صعب جدا، مش لاقي أي كلام يتقال. مغلق يا دكتور، العموم جت سليمة، الفلوس بتروح وتيجي، ما تقهرش نفسك أنت عشان القولون. لا 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 أنا ما بحبش الحوارات الغامضة دي يا أخ كليانتي. إيه الشبكة زبالة عادي يعني إيه؟ عم صلي بقى، ما اتحلقلك وخلاص. إيه يا ابني اتحلقلك دي؟ أكيد الموبايل فاصل شحن. إيه يعني ما بتحصلش معاكم؟ موبايلاتكم على طول مشحونة ليل ونهار. إحنا نستنى ساعتين تلاتة كده وبعد كده. بقولك يا دكتور عشان خاطر ما تقهرش نفسك، خلص الحوار وانتحر الكلام، هات التليفون يا جدع، هات التليفون يا جدع، هات بقى. ابوكي في الغردقة يا هانم بيتفسح مع الصيع واللمامة اللي بيضحكوا عليه وبينهبوا فلوسه، وقال ايه؟ عاوزني ابعت له نص مليون جنيه عشان يشتري شاليه على البحر ويلعب في الشعب المرجانية. شفت السيرك اللي انا عايشة فيه؟ أنا اللي استاهل عشان مشيت ورا كلامك وقلقت على قلقك لحد ما وقعت في الموقف السخيف ده. والله العظيم يا شهد لو هج بعد كده من البيت وقعد سنة في حالها ما حسمح لدماغي ولو لدقيقة واحدة تفكر فيه وفي اللي جرى. كده برضو يا بابا بعد ده كله تعمل تليفون واحد بس عشان الفلوس؟ طب وانا مانش عليك تتصل تطمني عليك بعد الليل السودة اللي انا عشتها دي؟ بقولك ايه يا عم صلاح، انت تفكك مني خالص وتطلعني من دماغك. اطلعك من دماغي ازاي يا ابني؟ احنا كلنا في مركب واحد. يا عم انتوا اللي غرقتوا المركب يا حبيبي، انت والمعلم ابو مخ لولبي، قعدتوا تقولوا لي ان السله بالقرد اللي جوه ونطلع منه بمصلحه. قابل بقى يا عم الكتكوت، اهو القرد طلع اسد والداخليه كلها مقلوبه عليه، وطبعا مراقبين تليفون مراته، وعلى ما الشمس تطلع هتلاقي الغابه كلها هجمه على الساحل من اسكندريه المطروح. يا قلبي لا تحزن. ايوه يا باشا، القماشه وسعت مننا والحكايه بقى وقعت على الاخر.